السلام عليكم يا شباب، موضوعنا اليوم هو عن علامة التشيك انجن. بس يقولون شنو علامة التشيك انجن؟ انت مسوي فيديو عن هذا الموضوع، صحيح؟ انا سويت فيديو عن علامة التشيك انجن الخاصة بالسيارات الكورية، يعني اللي كيا هونداي هذني، والحمد لله والشكر كل الناس استفادت من عدها، ومن يروحون يطبقوها على سياراتهم يرجعون يعلقولي رحم الله والديك وطمأنينا وطلع ماكو شيء، مجرد انه الكمبيوتر كان شوية معلق. وهاي الشغلة تصير حيل، يعني حيل قليلة. زين، قبل كم يوم جاني ولد قال انا سيارتي كامري، خوش، وطبقت نفس هذين الشغلات اللي انت قايلهن. رحت مشتغلة عنده تشيك انجن، رايح شالع راس الباتري، مراجعة، قال صارت عندي النوب خربطة اكثر. طبعا يا حبيبي، طبعا سيارات تويوتا بصورة عامة، هايلوكس، كامري، لاند كروز، برادو، كلهن نفس الشيء. مجرد تفتح راس البطارية وترجع تشده مرة ثانية راح تصير عندك مشاكل، يعني الار بي ام يظل هيك يصعد وينزل، اللي هو يسموه الرون يظل هيك يصعد وينزل، تصير يعني مشاكل بالسيارة، تحس السيارة تصير بيها خربطة مو طبيعية. فشنو الحل؟ الحل واحد من اثنين، او تروح لابو الجهاز يصفر لك الكمبيوتر مال السيارة من جديد ويرجع ترجع السيارة طبيعية كما كانت، او الشغلة الثانية تتركها يومين والسيارة راح ترجع تبرمج نفسها من جديد وترجع تشتغل طبيعي. فاللي عنده سيارة يابانية تويوتا كامري بصورة عامة، من يعني سيارة من شركة تويوتا، ما أنصحك تشلع البطارية إذا اشتغل عندك علامة تشيك انجن أو ضوء تشيك انجن. زين، لا تشلع البطارية، روح للجهاز وتأكد شنو المشكلة، وبالجهاز يصفر لك المعلومات كلها، ما يصير تشعل البطارية. وحتى اذا تريد تغير بطارية السيارة، هسه واحد يقول انا اذا اريد تغير بطارية السيارة شلون، تجيب باتري ثاني وتجيب شطل اللي هن وايرات اثنين وتخليهن على راس الباتري، تلزمهن هيك، تفتح الباتري توخره وترجع تطبقت السيارة بها كهرباء وترجع تشد الباتري الجديد. هاي الشغلة تسويها كلها والسيارة طافية، ما يصير السيارة تشتغل. ان شاء الله شباب الفكره واضحه. واكو بعد هواي اللي يبحث باليوتيوب يلقى هواي طرق انه شلون يغير البطاريه بدون ما تفقد السياره اي معلومات، يعني لا وقت لا تاريخ. طبعا هاي بالنسبه للسيارات اليابانيه، السيارات الكوريه سهله حيل، يعني حتى اذا فقدت الوقت والتاريخ يعني تقدر ثواني تقدر ترجع تسويهن من جديد. هاي الشغله شباب حبيت اوضحها. طبعا هاي شغله تفصل البطاريه وتصير مشاكل بالسيارة، يعني شي 5% من السيارات تصير بهن هذا الشيء، واحدة من عدن سيارات تويوتا، باقي السيارات لا، كلها حالة حال أي سيارة. تشلع البطارية توخرها، لو باليوم تشلعها 50 مرة وترجعها السيارة ترجع طبيعية وكل شيء ما يظل بها. وحتى إذا كان التشيك انجن مشتغل راح يطفي التشيك انجن، إذا عندك مشكلة بالسيارة ورا يومين أو يوم راح يرجع يشتغل مرة ثانية، لأن السيارة راح تكتشف العطل او ترجع تحدد الكيان من جديد، ولازم تروح للجهاز وتعرف شنو العطل وتحل المشكلة، وراح يطفي الجلوب ان شاء الله وما تظل عندك اي مشكلة. شباب هسه ما مشتركين بالقناة اشتركون بالقناة، والعجب الفيديو يعطينا لايك. طبعا هذا فيديو سريع حبيت افهمكم عليه، حتى مو اي واحد عنده سيارة يابانية من يشتغل عنده تشيك انجن يركض على الباتري يشلعه ويريد يحل المشكلة ويتفاجئ تصير عنده خربطة هواي والنوب يقول اللاصت. إن شاء الله الفكرة واضحة شباب. أخوكم حسن المسيبوي، في أمان الله.